عندك خلفية عن أهم مميزات فوضى تشار أو في أي دولة صنعت أو حتى تقييمها بين الشركات الثانية، كلها راح تعرفوها في هذا الفيديو. معاكم محمد من الهاوي المحلي. بالنسبة للإصدار الثاني شارك إيفو 1-2، عندنا هنا خوذة الشارك الإيفو VS، عندنا هنا فتحات التهوية الخلفية، وعندنا فتحات التهوية العلوية، وفيها أيضا نظارة داخلية. طبعا عندنا القزاز الأمامي أنتي فوق أنتي سكراتش ومضادة لأشعة الشمس. الأنتي فوق والأنتي سكراتش هي مقاومة للخدوش ومقاومة للضباب. وأهم ميزة في الخوذة عندنا هنا، نقدر نستخدم الخوذة كفول فيس أو أوبن فيس. زي ما أنتم ملاحظين عندنا الزر الأحمر هذا، تضغط عليه راح يرفع لك القزازة ويرجع لورا. فبهذه الطريقة راح نقدر نستخدم الخوذة كهاف فيس. القزازة الأمامية الآن أصبح فيها بن لوك، راح يجي مع أي خوذة إيفو 1-2. وعندنا أيضا البطانة الداخلية أصبحت مقاومة للبكتيريا. وجميع الخوذ متوفرة بألوان متعددة ومقاسات مختلفة. حاب تطلب أو تعرف تفاصيل أكثر عن الخوذة، تواصل معنا عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق الواتساب.